في صناعة الإعلام يشترك العديد من الفنانين في صناعة المخرج النهائي للمنتج، وتتعدد المهام بين شخصيات على الشاشة وأقلام على الصفحات وشخصيات أخرى وفنانون وراء الكواليس مما لا يظهرون على الشاشات أو الصفحات. شخصية العدد في كل مرة هي لقاء مع يوميات أحد منتجي الإعلام وصانعي الميديا، وهذه المرة مع رئيس مهرجان نواكشوط للفيلم القصير المخرج الشاب محمد وليد ومنتابع. بسم الله، أنا بدأت علاقتي بالسينما سنة تقريبا 2004-2003. تذكر تحديدا عني السنة ذيك الفترة كنت تلميذي في الجامعة، وأول رابور كان عندي مع السينما مع الرغبة في عني نحترفها هو جريدة قريتها، والله شفتها من بعيد، شفت عنوان فيها واخترت نشريها نقرأ. العنوان كان عبد الرحمن الساكو يكتب الشعر بالكاميرا، كان تحديدا في أخبار نواكشوط. طبعا ما كنت عندي 100 ديك الساعة، غير بعد الله عقب حصلتها وشريت الجريدة. كان نقرا الموضوع، وهو اللي هو عبد الرحمن ساكو فايز بجائزة في سباكو كأحسن مخرج بإفريقيا حول فيلمو في انتظار السعادة. مع الجريدة جاتني رغبة عني بروكوا با ما نشوف مع السينما الفن الراقي الجميل. بليتار عقب ذاك بسنة تقريبا نتلاقى بعبد الرحمن أحمد سالم تباركي، أسس دار السينمائيين ويلود الشباب يكونهم ويدربهم يعاونوا في المشروع اللي عنده. اهتميت بالكاميرا والتصوير والمونتاج، غير بليتار اهتميت بالإخراج اللي هو يجمع نظريا ذا كامل. بعد ذاك بقيت الإدارة الثقافية، وما أني متعلم متخلط مع دقريتي هذا المولي وعدت عندي علاقة بإدارة مشاريع ثقافية، وبما أن السينما مازالت لها احتراف عندي وفن ومواصل فيها في دار السينمائيين، شفت عني شوف تجربة إدارة المهرجان اللي هو يجمع بين السينما والإدارة الثقافية كتجربة. شوف كان هتحقق لي 6 سنوات تقريبا ندير المهرجان السينمائي الدولي، وبالنسبة لي تجربة أخرى أذراتني على المستوى الشخصي، أذراتني بالتواصل مع مخرجين مختلف أنحاء العالم، بالتواصل مع شباب مخرجين موريتان، شوفان ياسر من الأفلام واختيار مجموعة منها للبروغراماسيون، أذراتني بالتنظيم، نعود منظم انا بشكل دقيق، نعود نقد عدني بروغراماسيون وتعود واضحه، وعود ونقد نجمع جماهير حول الشاشه. وزراتني على المستوى الشخصي عني تحقق هدفي الكبير عن الذي قالوا السينما يعود فن شعبي، يعود الناس كامله مهم عندها وتخرصوا، وتكسر ذيك النظره التقليديه اللي عند الناس عن السينما. زراتني على مستوى عني تعرفت، كان عندي دور ولو صغير عن جيل من الشباب الموريتاني يحترف الصورة ويعود يبقيها ويتكلم بلغة الصورة بطلاقة ويعدل أفلام. طبعا كانت ليت من لها شوي شوي ما هي زينة، وتم تترقى شوي شوي لين تعود مضبوطة في المستقبل. حالا أعتقد أنها ماشية بأسلوب صالح، وعن المهرجان قدم مخرجين وقدم أفلام موريتانية تستحق عنها تشاهد عالميا، وعن مواصل يقدمها، وعني نتأكد عن النسخ المقبلة تعود كل مرة عقب مرة تعود عندي بروغراماسيون موريتانية أشبه من السابق.